والله لحظة يعني موثقة ولحظة كبيرة وحسيت بواحد الفرحة كبيرة. كنشكر نادي الفنانين المغاربة على رسوم السي عبد العلي الغاوي على هذا الالتفات لجميع المبدعين والفنانين. واليوم دار واحد الانفتاح من غير الفنانين، جاب الناس اللي كيشتغلوا في الميدان، وهذا تشريف وتكليف في نفس الوقت، وكيعطيني واحد الحفزة تحفيز كبير في مساري المهني. والحمد لله كاين واحد العرض كبير زعما صراحه، وكاين شباب ولكن الحمد لله كاين مازال الرواد موجودين، والاصل ديما كيبقى اصل. واليوم الانفتاح اللي كان شفنا شباب اللي غناوا، وكذلك المهرجانات في المغرب كذلك نهضروا فيهم، لان كيعطيو فرصه لهاد الشباب. كان دوي بحكمي كمنتج ما كياخذوش حقهم بزاف في الانتاج، كما كنقولوا كيضربوا واحد المجهود كبير، ولكن التسويق ديالو المنتجين محسومين على يعني الاصابع ما كاينينش بزاف. هذاك كلام اخر وهضره اخرى وخصو يدخل في وزاره الثقافه، ولكن كاين تشجيع وكاين تنويه ديال الوزاره يعني الوصيه، وكذلك النقابات ولا بحال هذه الجمعيات هذه.